we're going to the second theater. The second theater, which is called Al Zahrawi Theater. لقد عرف القباني صاحبه المعلم داوود الخوري في دمشق، عرفه لا موظفا في الولاية كما عرفه الناس، ولكن شاعرا وجد، مع أنهم لم يأكلوا ويشربوا، يمشون في الأرض وفوق الماء. يسار يسار على طول. مثل سقم وصحة وحياة، بنت الشلبية عيونها لوزية، بنت الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي وانت يا عيني.